احنا تحت الانقاض يا الله، تحت الرقام يا الله. كل الدار راحت يا الله، كل الدنيا راحت. صعب على نفس الجاية، فالكل قاعد بيشرد تحت، لأن في كان يعني قذائف كانت تنزل على بيوت. الطخ يا زلمة فينا، فانت في الدور، في الدور، في الدور. المدنيون يحاولون إيجاد ملاذا آمنا في غزة، لا يوجد شيء كهذا، ولا توجد أساسا ملاجئ كي يلجأوا إليها بالمعنى التقليدي للكلمة، وبالتالي يحاولون، يعني هناك المئات ممن حاولوا الابتعاد عن بؤر القصف الإسرائيلية المكثفة. ما لقيناش إشي نلجأ له، ما لقيناش بيوت نلجأ إلها، بقت كل المنطقة خطر، كل المنطقة خطر، الإسعافات ما قدرتش توصل المنطقة للمصابين. إحنا حوالي كنا إحنا دار سيدي وإخوالي كلهم ساكنين شاكات الدار، كلها هي تمس يعني كل مليانة مليانة صغار وكبار، كلها هي متشوهة. ومرت خالي عاد حامي نزلت برضه جت شظية بطنها، وابن خالي الصغير فتح راسه، ولد خالي اثنين هي في العناية مركزة، يعني الوضع بالمرة. حوالي 30 دار وسلاح قوي مش سلاح خفيف اللي يجبدوه، غير الزنانة يجبدوا جبد، بعدين ما حطوش ولا واحد هضار انه يعني يطلع ولا ما تنزل، هذا متعمد الشيء.